وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السفير أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية. سيد أحمد، بداية نرحب بك، وهل لك أن تحدثنا باختصار عن العلاقات السياسية والتاريخية أيضا بين مملكة البحرين وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية؟ بداية لكم تحية شكر وتقدير على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني ويشرفني أن أرحب بضيف البلاد الكبير صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وكذلك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. ولعل هذه المناسبة الطيبة لنتحدث فيها عن العلاقات الثنائية التي تربط المملكتين الشقيقتين. في الحقيقة ما وصلت إليه العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين البلدين أمر يبعث على الفخر والاعتزاز. اليوم نحن أمام علاقة نموذجية وصلت إلى أعلى مستويات التنسيق والتكامل والتطابق في الرؤى والمواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية. بشكل عام على المستوى الثنائي لدينا اليوم حصيلة تتجاوز 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مختلف المجالات، وجاري العمل على المزيد منها لنقل آفاق التعاون الثنائي لآفاق أرحب. كذلك أيضا نعتز بالتعاون التجاري بين البلدين الشقيقين، لدينا أرقام مشجعة ومحفزة. على سبيل المثال تجاوز حجم التبادل التجاري 140 مليون دولار أمريكي، لدينا في المملكة عدد يقارب 770 شركة بحرينية مع شركاء أردنيين و17 وكالة أردنية، بالإضافة إلى فروع ل14 شركة أردنية تعمل في المملكة. أيضا بلغ حجم رأس المال الأردني المستثمر في مملكة البحرين ما يقارب 62.3 مليون دولار أمريكي. هذه أرقام نطمح في أن نرى المزيد منها لتعود بالخير والنماء والرفاهية لصالح اقتصاد البلدين ورفاهية الشعبين. كما تمت الإشارة في التقرير التلفزيوني الذي عرض قبل قليل، أود التنويه هنا لأهمية انضمام مملكة البحرين للنظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك جمهورية مصر العربية. أيضا لا يفوتني في الحديث هنا أن أشيد بإسهامات الجالية الأردنية العزيزة المقيمة على أرض المملكة، هذه الجالية التي تركت بصماتها وإسهاماتها في مختلف زوايا الوطن وساهمت في النهضة الشاملة لمملكة البحرين، فلهم منا كل الحب وكل التقدير. نتطلع بإذن الله تعالى إلى تعميق وتعزيز هذه العلاقات المتميزة بكل ما أتينا من قوة، مستلهمين في ذلك التاريخ الوضاء في مسيرة العلاقات والتي تستمد وتستلهم رؤيتها من رؤى أصحاب الجلالة قادة المملكتين الشقيقتين حفظهم الله ورعاهم. نعم، إذن سعادة السفير أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية في وزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك.